السلام عليكم. اليوم الأحد 11 غشت 2024، aujourd'hui dimanche 11 août 2024. الحلقة 387، إبيزود 387، لا بريغاد أنتي غونغ نيميرو 4 دو كازابلانكا أنفا. في الحلقات الفايتة تكلمنا على البريغاد أنتيغونغ، هي اللي تكلفت بيا ابتداء من 29 جويلية 2001. في هذه الايام الفايتة نفس الملاحظات نلقاها عاوتاني، لانه هو الاسئله اللي كيحطوا لي كل صباح كانت خصهم يحطوهم لي لافي لو كان كانوا دي جون كومبيتون، ولو كان كانوا عندهم ملفات. ولكن اللي كيحطوهم دوك الناس الكبار اللي كاينين في الرباط. لي كيسيون اللي كيجيو من الرباط كل صباح مع 9:30 ديال الصباح تيسلمو الكوميسير دو بوليس شيف دو لا بريغاد أنتيغونغ او ما بريزونس، وكتبدا لا تراديكسيون ديالهم او ما بريزونس. في الاول تيبداو لا تراديكسيون تيحاولوا يديروها غير هما بوحدهم الناس ديال لا بريغاد أنتيغونغ، ولكن ما كينجحوش، تيخصهم ولا بدا من الناس ديال لا ديستي والناس ديال الجاد يتعاونوا معاهم باش يديروا واحد الترجمه مزيانه. من بعد الترجمه كندوزو للصال دي ريونيون. للصال دي ريونيون ديال البوليس جوديسيير، اللي هي واحد الصاله كبيره ومجهزة باين عليها فيها دي كاميرا بارتو، وكبيرة مع راسها. في هاد الانتروغاتوار ديال لبريغاد أنتيغونغ طولي جميع الأسئلة اللي كتهم لي سونتر سكري ديال الكاب أن كازابلانكا إي أرابا، طولي أسئلة على طفير بن بركة كيفاش كانت منظمة، شكون هما اللي كانوا مكلفين بهذا التنظيم، وشكون هما
لي شاف ديال لي ديبارتمون اللي كانوا دو ديبارتمون اللي خدموا في هذه القضيه، وهما لو ديبارتمون ديال لا كونتر سوفيرسيون اللي كان على الراس ديالو لو كوميسير ديفيزيونير محمد الحشاشي، و ديبارتمون ديال لي زوبيراسيون تكنيك اللي كان على الرأس ديالو مسيو قسوس لو كوميسير برينسيبال قسوس. الناس المقربين ل pour la réalisation de cette affaire خمسين بوليسي اللي كانت موبيليزي لي غراد ديالهم ديفيرون من الكوميسير برينسيبال حتى لوفيسي دو بوليس ادجوان. أربعين ديال البوليس كانوا من ديبارتمون دي زوبيراسيون تكنيك، وعشرة ديال البوليس كانوا من ديبارتمون دو لا كونتر سيبيرسيون، في التوتال ديالهم كانوا خمسين. لا سيرفيونس اي لا فيلاتور avait été confié à un groupe de 20 واحد 20 واحد اللي كان الشاف ديالهم هو ميلود التونزي. ميلود التونزي الملقب بشتوكي والفرقة الأخرى، هذه الفرقة الأولى الجروب الأول، والجروب الثاني كانوا فيه عشرة ديال لي زيليمون من لي زوبيراسيون تكنيك، كان على الرأس ديالهم سي محمد علوي مدغري، هادو كانوا مكلفين ب لي طابل دو كو تيليفونيك و بلانترسيبسيون ديال الكوريي، لو كوريي ديستيني أ مهدي بن بركة في الجزائر وفي سويسرا وفي فرنسا وفي مصر، في هاد البلدان كانوا فيها دي بواط بوصال ديال مهدي بن بركة، هو اللي كانت عندو السيرو ديال هاد لي بواط بوستال. الكوري اللي كان كيجي لهاد لي بواط بوستال كان دائما كيتفتح بار دي سبيسياليست و كيتصور و تيعاود يتسد كما كان و تيرجع للبلاصة ديالو. مهدي بن بركة عمرو ما عاق بان ورا الكوري ديالو كان تفتح قبل ما يفتحو هو، ومن بعد عاود رجع عاود سد. مهدي بن بركة عمرو ما عاق بان هو كانوا عندو دي طابل ديكوت في لين تليفوني كاملين اللي كيهضر فيهم. المهدي بن بركة ما عمرو ما عاق بأنه هو راه كان سو لا سيرفيونس ديال
ديال لابوليس اون بيرمانونس. المهدي بن بركة عمرو ما عاق بينا هو كانت عليه اون فيلاتور بيرمانونت 24 اور سي 24 لمدة عدة شهور ما بين لو 27 مارس 1965 و لو 29 اكتوبر 1965. حتى الان غادي يذكر 30 بوليسي ديال لي زوبيراسيون تكنيك. العشرة الاخرين اللي هما باش وصلنا ل40 كانوا مكلفين داخل المغرب، كانوا مكلفين بلو بارتي ديال لون اف بي وبالزعامة الكبار ديال لون اف بي اللي يمكن ليهم يكونوا على علاقة مع المهدي بن بركة. هاد العشرة ديال لي بوليسي كانوا مكلفين بلي طابل ديكو تيليفونيك، وكانوا مكلفين بالانترسيبسيون ديال الكوري اللي كيجي للناس اللي عندهم لي بواط بوستال. إن هو الزعماء ديال الحلف في هذيك الوقت كانوا كيظنوا بأن هو باش يوصلهم الكوري ديالهم يكون سير تيخصو لابد ما تكون عندهم اون بواط بوستال. هادو هما 40 واحد اللي كانوا من لي زوبيراسيون تكنيك. وعلى الرأس ديال هاد الجروب ديال العشرات الناس كان واحد كوميسير دو بوليس، ما تذكرش الاسم ديالو دابا حتى من بعد تفكرتو راني غنقولو. بقاو لينا العشرة ديال البوليس ديال لا كونتر سوبفيرسيون، واللي كنت انا من هادوك العشرة، كانوا كلهم دي بروش كولابوراتور ديال محمد العشعاشي، وانا كنت بروش كولابوراتور ديال محمد العشعاشي اي او ميم تان تري بروش كولابوراتور ديال الكورونيل مارتان. انا اللي كنت كنتعامل معاه بزاف، وانا اللي كنت كنتعاون معاه ا سا دوموند، هو اللي كنطلب من لو باترون ديال الكونتر سوبفيرسيون باش يخليني نتعاون معاه شاك ماتيني. لما تيني ما تيجيش بزاف، ما تيجيش بكري محمد العشعاشي، وكنت نتعامل مع الكورنيل مارتان ما بين 8 الصباح ويتر بريسيز، عمرو ما تيجي دقيقة الروتار، وانا كذلك عمرني ما كنجي دقيقة الروتار، ويتر بريسيز تلقاني في الخدمة حتى 12 ديال النهار، ومن بعد تنكون مع محمد العشاشي. ولكن شاك ماتيني كنديرها مع الكورنيل مارتان. كان عنده سيرتو
ان ترافاي ديال لي زارشيف، كان واحد العدد ديال الكرتونات اللي كنا جبناهم من المكتب ديال محمد الغزاوي المدير ديال الامن الوطني الاسبق، اللي كانوا غير في المكتب ديالو تما أبوندوني، جبناهم وكنا كنشوفوهم كل نهار اش فيهم. داكشي اللي فيهم دي ميليي اي دي ميليي ديال لي دوسي ديال لي دوكيمون، دي ميليي دي ميليي دو دوكيمون. كان كيدير ليهم دي فوتوغرافي، وكان كيدير ليهم دي فيلم، هذا الكولونيل مارتان، و تيصيفطهم لو سياج ديال لا سيا لي زيتادوني. دون سي زارشيف ديال اللي جبنا من إدارة الأمن الوطني، من المكتب ديال المدير العام للأمن الوطني، كانوا عدة تقارير من جملة هذوك الكرتونات، كانوا تقارير بالخط ديال المهدي بن بركة، كنصيفطهم لمحمد الغزاوي. محمد الغزاوي في هذيك الساعة كان لان دي غران ديريجون ديال لو بارتي دو الاستقلال، لان دي بروش كولابوراتور ديال علال الفاسي، وكان او ميم تان كان مدير عام للامن الوطني، وكان هو المسؤول الوحيد ديال البوليس بوليتيك الموجودة في الستيام رونديسمون ديال كازابلانكا، ديال كازابلانكا بلدية. هاد العشرة ديال لي بروش كولابوراتور ديال محمد العتاشي هما اللي كانوا كيديروا، هما اللي كانوا تيوجدوا تو لي باسبور، تو لي بيرمي دو كوندوير، وهما اللي كانوا كيديروا لا بيرمانونس، لا بيرمانونس سبيسيال ديال لا كونتر سوبفيرسيون. كانت عندهم ان ايتا دو لا بيرمانونس، ان ايتا هبدومادير كيتبدل شاك سومين، وكان مسموح لينا في هذيك ليتا باش اللي كان معين في واحد النهار وكان عنده اون اوبليغاسيون تيمكن ليه يبو سو فير رومبلاسي بار لان دي كوليغ لان دي ديس، ميخرجش هادوك العشرة، هما العشرة تيبقاو. وملي كان لوفيسي دو بيرمانونس ملي كان تيجي كان تيبدا بلا ليكتور ديال لي باج ديال لو بيرمانونسي اللي كاين، تيشوف tout ce qui s'est passé ces derniers jours حتى لا ديرنيير فوا فاش كان هو دو بيرمانونس، باش يعرف سو كي سي باسي في هاد لي ديرنيير جور، على قبل tout ce qui se passe dans la journée il fait l'objet de comptes rendus téléphoniques qui sont enregistrés
dans le registre permanentiel. Un des appels téléphoniques, c'est Zoom France. Chaque jour, il joue deux appels. À partir de 20 heures, j'ai un appel de Tunzi Miloud ou j'ai un appel de Mohamed Ndghri Al-Alaoui. Alors qu'il y a des comptes rendus téléphoniques pour qu'on sache ce qui se passe la journée autour de Mehdi Mbarka. Et à la fin de chaque semaine, tu sais tout le monde, tu sais tout le monde, des plis contenant un rapport, que là où tu sais ton rapport, un rapport codé. Il y a jamais de chilidère, mais il y a au cours de cette semaine. هذا لو بلي كان تيجي في الاسم ديال حميده اجدين تيجي اما ليروبور ديال ترابط غالي اما ليروبور ديال كدر دونكا تمشي حميده اجدين تيجيبهم وتسلمهم ايميدياتمون لوفيسي دو بيرمانونس لي من تحل لو بلي تسجل داكشي اللي كاين في لي بلي تسجلو في لو روجيستر بيرمانونسي لو نومبر دو باج اي لي دات ومن بعد تيبدا كيدير لو ديكوداج راه عندو لا كلي باش يدير ديكوداج تيخص هادو ديكوداج تيخصو يكون مسالي ومحطوط ناضي فوق المكتب ديال محمد عشاشي لاندي ماتان انا فور ترونت هادي هي لا بيرمانونس سبيسيال اللي كانت وهاد العشرة ديال لي بروس كولابوراتور كانوا كيديروا دي فواياج اتور دو رول ليترونجي بور لا سوبرفيزيون دو ترافاي دي زوبيراسيون تكنيك معمر الناس ديال لي زوبيراسيون تكنيك طاح ليهم على البال ديالهم بان هو راه كانوا هما او ميم كانوا سيرفي هاد لا سوبرفيزيون كانوا كيديروها لي زيليمون ديال لا كونتر سوبفيرسيون وهاد لي سوبرفيزيون كاملين لي داروهم اترافير لو موند معمرهم ما بينو لنا بان هو راه كان شي غلط في ولا كان شي روتار عند هادوك لي زيليمون ديال لي زوبيراسيون تكنيك كلشي كان على ما يرام حتى ليكلون ديال حتى ليكلاتمون ديال لافير بن بركة في لو 29 اكتوبر 1965
هاد الشيء هذا اللي كنقول هاد لافير بن بركه راه ذكرنا ليه بزاف في لابريغاد أنتي غونغ، وكانوا بلا شك كانوا بلا شك عندهم اون كوبي ديال لو موند دي كوبي ديال لو موند. هنا هو المقال اللي ديالي خرج يومين، خرج في لو 29 والكمالة ديالو خرجت في لو 30 لو 29 جوان اي لو 30 جوان 2001، وخرج كذلك في لو جورنال ابدومادير. هاد الناس ديال لا بريغاد اونتي غونغ كان عندهم في المكتب ديالهم اون كوبي ديال لو موند وان كوبي ديال لو ماروك ابدومادير، ديال لو جورنال ابدومادير. والناس ديال مولي القرار في الرباط بلا شك عندهم كل واحد عنده لا كوبي ديالو ديال لو موند، وعنده لا كوبي ديالو ديال الجورنال ابدومادير. في المكتب الاخر اللي كانوا فيه لي زيليمون ديال اللي كانوا فيه لو بريفي دو بوليس على روتريت محمد عشعشي، وكان فيه لو كونترولور جينيرال على روتريت محمد مسناوي، وكان فيه لو كونترولور جينيرال على روتريت عبد القادر سكا. هادو كانوا تا هما تيديرو ليهم نفس الانتروغاتوار، ولكن لا علم لي بداكشي اللي كانوا تيدار عندهم. ولكن وصلنا لي كونفرونتاسيون سو نيسيسير بور فير اكلاتي لا فيريتي. ولكن في هاد لي كونفرونتاسيون ديالنا حنا صعيب بزاف بور فير اكلاتي لا فيريتي. إن هو أنا كنقول بيض هما تيقولوا كحل، أنا تنقول كحل هما تيقولوا بيض. داكشي اللي كنقول أنا ما كيقبلوا فيه حتى شي حاجة في عندهم هما، تينكروه. وما مديبوزين بلانت فيا عند لو بروكيرور بور فو تيموانياج. وفي هاد لابريغاد اونتي غونغ عمرهم ما هدروا معايا على هاد الفو تيموانياج. في هاد لو موا دو جويي 2001، حتى من بعد حتى لو موا دو نوفمبر عاد غادي يتذكروا معايا على هاد لا بلان ديبوزي بار
فارمي تروا كوليك. هاد الحلقة غادي نوقفها هنا، إلى اللقاء الغد إن شاء الله.